بالظبط، فأصبح نعمة. هي الفكرة ان من كمان من معاني نعم الدفع ان ممكن حتى لو ما تصرفش خالص الحاجة وانت بمنظورك البشري شايفها صعبة قوي وليه هيحصل لي كده مثلا، لا هو ممكن لو انت مع ربنا وموصول بالله فتستشعر نعمة الدفع بان ربنا يبصرك ببواطن الامور فتهدى. صحيح. وهو ده ان ربي لطيف لما يشاء، ان سبحان الله قضية انك تستشعر اللطف وقت البلاء دي من نعم الدفع يا شيخ. اكيد اكيد. فربنا سبحانه وتعالى يعني حتى يقولوا لنا كده في الجلسات المصريه العظيمه، يقول احدهم ربنا، بيقولوا كده بالبلدي، ربنا سبحانه وتعالى قبل ما بينزل البلاء بيرققه ويلطفه، يجهزك ليه. بالظبط، يعني شوفي بيعمل اعداد نفسي للانسان. فمثلا هذكر واقع، احد الشباب عاش غريبا في مصر ولكن ترك اهله فعاش في بلد ما، وابتلاه الله تعالى بقلبه فاجرى جراحه، ثم ابتلاه الله بانفصاله عن زوجته. شوف كل دي وهو لا يقنط من رحمه الله. وبعدين سافر الخارج وحجز خلاص تذكرة طيران راجع لأنه مرض، وقبل أن يعود مات. سبحان الله، أين نعمة الله عليه؟ فإن الله تعالى قد نقله من ميت في بلده على فراشه إلى شهيد للقمة العيش التي كان يسعى عليه. فبدل الله حاله من حال إلى حال، من ميت طبيعي في بلده ووسط أهله إلى ساع على لقمة عيشه، وقد قال عنهم رسول الله إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا السعي على المعاش أو على الرزق. شوفي هنا معاني ما ندركهاش إحنا بالشكل العادي ده خالص. إحنا إزاي ده مات ده نعمل، طب نسوي خلاص. إن ملك الموت ينتظره في مكان لا يعلمه إلا الله، وما تدري وما تدري وما تدري نفس ماذا تكسب، وما تدري نفس بأي أرض تموت. على الإنسان أن يكون مستقبلا لنعم الله التي هي في صورة ابتلاء. وده يعني جملة تلخص الفكرة كلها. صحيح. قصة أن الابتلاء يكون باطنه نعمة، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله. طبعا هي لما نزلت الآية ليها مدلولات تانية، لكن هي الفكرة في كده يا شيخ محمد أن الظاهر بيكون رحمة، لكن الباطن الظاهر بيكون عذاب، لكن الباطن لا رحمة ولطف كبير. الباطن عند الباطن. صح. فهو الظاهر الباطن. إدراك المعاني دي كلها يا شيخ محمد هي اللي بتخلينا نوصل للشكر، عشان ما نجيش كده من البداية نقول قول الحمد لله. لا طبعا. الكلمة بتبقى تقيلة أو بتتقلب اللسان وخلاص. قضية الحمد دي مسألة كبيرة جدا، ويعني سبحان الله زي ما ذكر الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف شكر. فقضية إن الشكر يكون بالقلب مش هيحصل غير باستشعار النعمتين، نعمة المنع ونعمة الدفع ونعمة النفع. فمسألة قضية الشكر ربنا لما اتكلم فيها قال ما يفع الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فمسألة الشكر والإيمان إحنا غصب عننا حاسين إن إحنا متعذبين طول الوقت، هي الظروف صعبة والحياة صعبة، ربنا قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. المقصود هنا إيه بالشكر والإيمان؟ هو بس عاوز أربط بين هذه الآية وبين آية أخرى. آية أنهي؟ آية أخرى. أتفضل. في سورة البقرة أيضا. فاذكروني أذكركم. واشكروا لي ولا تكفروا. ترتيب. سبحان الله. هتذكرها هيذكرك. فإن ذكرت الله تعالى وذكرك هنا لابد أن تشكر الله تعالى. والأصل أن يكون يعني لو إحنا بتصورنا البشري برضو قال واشكروا لي ولا تكفروا. هنا إدى الصفة وضدها. المفترض كان قال وآمنوا بي ولا تكفروا، ولكنه جعل الشكر مقابل الإيمان. سبحان الله. فمن شكر فقد آمن وقد استكمل الإيمان بالله عز وجل، لأن قبلي تحضير كتير قوي عشان توصل للشكر الحقيقي. أكيد. فالشكر ليس كلمة تقال على اللسان، وإنما شكر النعمة بأن تعطي منها لغيرك. ده الشكر.
بتاع النعم تستشعرها الاول بالظبط، فتبتدي تعطي كمان منها. ارجع بقى للايه، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. طب سؤال تاني، هو الايه دي للتوضيح ولا حقيقه؟ لا للتوضيح، لان الله لن ينفعه ولن تنفعه، لن تنفعه طاعتنا ولن تضره معصيتنا في الاصل. بس هو عاوز يقول لنا ايه؟ انتوا كتير قوي بتتكلموا عن العذاب. أيوة. طب ربنا هيعذبنا ليه؟ هيعذبك علشان مبدا الثواب والعقاب، مبدا العدل عند الرحمن الرحيم. احنا بنتكلم عذاب الاخره. تمام. وحتى عذاب الدنيا، عذاب الدنيا في ظاهره عذاب لنا، ولكنه في باطنه قد يكون رحمة من الله لنا، وكلنا لا ندري. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. طب ما تيجي نقلب الآية. وحاشا لله أن نقلب آية القرآن. ولكن عاوز أقول إيه؟ طب ما تيجوا نشكر الأول، فنشوف نتيجة الشكر إيه. كأن الله يقول إن شكرتم وآمنتم لن أعذبكم. مش هتستشعر كل حاجة بتحصل لك فيها ما ندعي ألما في الحياة، لأنك لن تصل إلى خلي بالك، شكرتم وآمنتم، وكأن الشكر منزلة والإيمان منزلة تانية خالص. شكرتم وآمنتم، فعاوز يقول لنا اشكرم وآمنوا بيا، وشوف وقع أي شيء عيب عليك إزاي، أي شيء. فإن استعنت بالله أعانك، وإن طلبت العون من الله أعطاك، وإن توكلت على الله ما تركك في الحياة ضال، بل يأتي إليك بالخير وأنت لا تدري، وينعم عليك من حيث لا تعلم، ويؤتيك الخير كله سبحانه وتعالى، ونحن يعني على حافة الشر، فيقلب الله تعالى الحال من حال إلى حال بشرط قرب منه. سبحان الله، وهي الفكرة يعني ربنا لما قال في سورة تانية وأما بنعمة ربك فحدث، ما هو ده أمر، وفي نفس الوقت اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. احنا بقى بنسيب كل ده يا شيخ محمد، وبالعكس خايفين من الحسد، مش عايزين نتكلم على نعم، فبالتالي ما بنستشعرش احنا كمان نعم، فالموضوع بقت فيه لخبطة في كل ده. فاحنا عايزين نميز الجزئية دي. أنا عاوز بس أقف على كلمة فحدث. فالحديث بالنعمة يكون من جنسها، يعني أما بنعمة ربك الحمد لله أعطاني. طب لما أعطاك عملت إيه؟ أعطاك علما فجد بعلمك على الخلق، أعطاك قرآنا فجد بالقرآن على الناس، أعطاك مالا فتصدق به على الآخرين وانفع، يبان أثر النعم عليك. هو ده، إن الله يحب أن يظهر أثر أو تبدو أثر نعمته على عبده. عاوزين نشوف النعم ديت، نشوفها إزاي. الحديث ليس باللفظ، مش قول الحمد لله فقط، وإنما تحدث بالنعمة عمليا على أرض الواقع، وأن تتحول النعمة إلى واقع حياة يحياه الناس بالحمد. يعني النعمة ديت بحمد ربنا بيها إزاي؟ تصدقت كذا، قرأت قرآن، علمت الناس، وهكذا. بيبان بالطمأنينة القلب، ينعكس على السلوكيات وعلى معاملتنا مع الآخرين. ويخلينا نختم نقول إن إحنا ثقافة الشكوى طول الوقت، إن دي غصب عننا نفسيا كده بتعارض فكرة الشكر. طبعا. فهي عايزة، أيوة إحنا ممكن نشتكي لظرف أو حاجة، بس بنوازن الموضوع علشان نبقى مستشعرين النعمة، وما نبقاش ماشيين بمنهج أو ضد منهج اذكروا نعمتي. صحيح.